ناصر الدين المشكل هذا أثير منذ ديسمبر 21، وقال وقتها سيد سعيد أنه ما جاء صدر في محكمة المحاسبات لا يجب أن يذهب سدى، يجب أن يعالج. هو من ديسمبر 21 توا عامين واش، وأكثر من عامين. هل ما الحكم هذا الذي صدر ضد الغنوشي ودكتور رفيق عبد السلام؟ الغنوشي على فكرة هو باعتباره رئيس الحركة مش في شخصه هو، بمعنى مثلا جهة الحكم هذا معاجة قضائية، أم أنه كما قالت سي بالقاسم استهداف واضح لتصفية الحركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك مرة أخرى السي بالقاسم. خلينا نتفق على حاجة، أنه قيس سعيد هذا كانت تفريعة صغيرة. الأمر هذا قضية المحاسبات وقضية الدوائر وقضية الحملات الانتخابية وغيرها 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 ما كانش تعنيه ياسر. اللي كان يعني قيس سعيد هو ال 2700 مليار بتاع الغنوشي، هي حسابات النهضة اللي لما يسيطر على الدولة الكل باش يوقفها باش يجمدها وباش يعود بعائداتها إلى الشارع التونسي، بعد يحكي يتحدثهم يقول لهم ها هي أموال الأحزاب وعلى رأس الحزب الكبير بتاع حركة النهضة، هاي باش تنعش بها وباش تبرد على الفقراء وباش نعملوا بها التنمية في الجهاز. لما مع الزمن مع الوقت كان قيس سعيد يراهن العضايا، قلنا روح الرجل عنده قصور سياسي، وقلنا انه الرجل سميع يسمع حتى الديشي يسمعه، حتى الاشاعات العمايريه المريميه الحواريه نتاع ترسانه الاعلام هذيك يسمعها. هذا يعني حكم قضائي في ياسر الدين. نعم الامر لا يتعلق باتهامات في الاعلام سعيد، هذا حكم قضائي. لا لا انا نحدث فيك على تركيبه الرجل. كيفاش الراجل لما جاء لما حب يسيطر على المقاييس كلها لما عمل انقلابه ما كانتش هذه قضيه دائره الحسابات، هذه عمليه جانبيه تشويه جانبي. التركيز نتاعو باش يجيب الاموال لانه سميع يسمع، لانه الناس اللي تضخ وتشوى على مدى 10 سنوات عشريه كامله هو عنده قابليه للاستماع الى كل ما يشوه خصمه او ما يعتقد هو خصمه، وعنده قابليه أن يبلكج كل الحقائق الساطعه التي تخدم خصومه وما تخدموش هو، هو معدل هكا. فلما قيس سعيد وصل للمرحله هذه نبش ملك السلطات الكل، ملك القضاء، ملك حتى الجمعيات والمؤسسات، رضاع الاعلام، كل شيء عمله ومشى في طريق انه باش يجيب تهم ثقيل لحركه النهضه. لما ما جابش تهم ثقيله لحركه النهضه هو كان يتحدث على فساد كامل واموال ستسترجع، هكا راهو هو ستسترجع الاموال، ما كانش يتحدث على حملات انتخابيه فازه، ما كانش يتحدث على تمويل اجنبي اشارات عابره، يتحدث على الاموال التي سيصنع بها التنميه باش يجيبها مع الاحزاب. والقرش الكبير هو حركه النهضه، والقرش الاكبر منه هو الغنوشي اللي عنده مليارات 2700 مليار اللي هو الناس الصفحات بتاعه كررتها بشكل كبير وشت بها اكثر حتى من انوار صحيفه الشروق الانوار. نعم اللي خرجتها ولكن بعد اختفوها هما ومشوا بها. طيب لما انت انتهى امرك ونحن بدينا نستشعر قبل اشهر في افلاس التهم، لما بدا في عمليه التلفيق او قال جلست هنا وقال طواغيت او هنا كذا او الاخر قال ما نعرفش رساله طلع شنو، بدينا نفهموا انه انتهت قصه هذه الرصيد المالي الكبير والحسابات بتاع النهضه وكذا، ومشينا لمرحلة أخرى. شنو هي المرحلة الأخرى؟ باش نفهموا بركة، باش المشاهدين يفهموا بركة. إيه باهي، طيب ما لقاش فلوس، ما علاش بيه الدلالة على النهضة؟ بعد ما لقاش فلوس، حب يتمعش بطريقة أخرى. شنو يتمعش؟ شنو هي الطريقة؟ طريقة عملية العشر سنوات وخصوم النهضة الراديكاليين اللي شوهوا النهضة على مدى 10 سنوات وعملوا كتلة شعبية، شريحة شعبية واسعة تكره حركة النهضة. هو لما فشل في قضية مسألة المال رجع يستثمر في المسألة في الشريحة هذه تكره حركة النهضة باش يدثر نفسه شعبيا، على أساس أني أنا أصبحت التهمت كل الكراهية تاعت حركة النهضة ونصبت نفسي أنا رأس حرب اللي أرادت النسيج المشهد المعادي لحركة النهضة، اللي أراد اجتثاث حركة النهضة، اللي أراد يعني مع الباجي قايد السبسي وفشل فيه،
الآن نتحدث عن انتقال التجربة إلى قيس سعيد، وقيس سعيد خلاف الباشا قايد السبسي تبنى الأمر هذا بعد ما كانت عنده خيبة كبيرة ياسر في قضية الأموال والسذاجة هذه كذا، تبنى الأمر هذا ومشى أصبح يغازل في الشريحة المعادية للنهضة نتيجة العداء المصنع، ما هوش العداء الطبيعي، العداء المصنع. مشى قيس سعيد أصبح رأس حربة، وانطلاقا من الباب هذا، انطلاقا من أنه يريد أن يجر قطرة الكراهية، يريد أن يتسيب، يريد أن يتمعش من هذا الملف، يريد أن يتمعش من هذه المستنقعات التي صنعت على مدى 10 سنوات. قيس سعيد مشى قضية 3 سنوات هذه، ومشى قضية حادثة نهضة. ولو كان نشوفوا عملية التقسيط، هو حكم على رفيق عبد السلام والغنوشي وكذا وخلاها مفتوحة شوي، أنه حل احتمالات تاع حل حركة النهضة، عدم حلها بعد شو نمشي كذا. ونأتي لحركة النهضة يا سي ناصر الدين، لكن راهو هذا مش في بالك، محكمة المحاسبات ربما نفسها أدانت السيد سعيد نفسه وحتى وكيل جمهورية أحاله، وعندنا تصريح سابق لرئيس هيئة الانتخابات هذه أنه سعيد قبل ما يتم حلها، أنه سعيد فعل مدان ولكن تمتعوا بالحصانة هو اللي يخليه مستدعوش. لكن رو هذا مشد محكمة المحاسبات، محكمة المحاسبات مشد النيابة العمومية، النيابة العمومية عدد فرقة مكافحة الإرهاب، وجاء الحكم هذا الغسيل الأموال، وجاء الحكم هذا. لا لا لا، أنت وقت جاء الحكم هذا جاء قبل ما قيس سعيد يأخذ يريح القضاء ولا بعد؟ وجاء بعد، انطلق من ديسمبر 21. إيه بعد وقت القضاء، وقت قيس سعيد استحوذ على القضاء بشكل كبير وبشكل دراماتيك، بشكل كيفاش استحوذ عليه بطريقة مبتذلة، وصل حتى القضية الاتهام بالزنا من أجل أن يكسر سمعة القضاء ويكسر الواجهة بتاع القضاء ويكسر هيبة القضاء ويصنع هيبة أخرى لقضاء أخر تابعه هو، بما أنه عنده في كلمة سي ناصر الدين. لكن إذا كان سي سعيد الآن سيطر على القضاء، هل يعني ذلك أي شبهة فساد نقولوا لا نستهين بها كتمويل أجنبي للأحزاب يقولوا لا حد شيء هذا؟ لا شوف شو حسين، راهو لازم المواطنين يفهموا مسألة التمويل هذه راهي إشكال مزمن عند كل الديمقراطيات العريقة. أنت رؤساء فرنسا ورؤساء ورؤساء وزراء ساركوزي وغيره، نعم، ميركل تبعها الأمر هذا، علاش معناها علاش مشوا للقضاء واحكام واشرافه وخطيه وسرسي وتنبيه وكذا؟ يعني هذا امر مزمن ما يتعلقش بمراحل الانتقال الديمقراطي، وهذا امر يمكن تطويعه ويمكن تمطيطه، وهذا امر هكا تشوف كيفاش يمكن يجيك الصفحات تاع فيسبوك كذا وكذا يحسب عليك يقول كذا كذا كذا. اخي هو قيس سعيد عابد شوي، قيس سعيد اكثر من اكثر واحد اشتغلت ليه وتفرغت ليه منصات التواصل الاجتماعي هو قيس سعيد. هذا محكمة المحاسبات يا استاذ الدين، تحكي عن محكمة المحاسبات؟ اي نعم. انت تحكي عن محكمة المحاسبات، اعطيني الصفحة نتاع دائرة المحاسبات، محكمة المحاسبات. اعطيني الصفحة نتاع تمويل الصفحات الفيسبوك، اما خلينا نفرقوا هذا، فما فرق بين اللوبينج الاجنبي وبين تمويل نتاع الصفحات. اعطيني الصفحة في نتاع تمويل صفحات فيسبوك حسب ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات، لو ممكن في الخلفية. اي هو عنده 40 هو خلينا نور المشاهدين، نور مش عايزين الصفحه. فما مهدي جمعه حمحم جغرافي سعيد في المرتبه الاولى 30 صفحه، عدد المشتركين وصلوا 3 ملايين 45000، وموزعين ما بين تركيا فرنسا المانيا كندا الولايات المتحده الصين السعوديه ايطاليا تونس رومانيا، لا عفوا تقريبا حدود ايطاليا، اثنين في ايطاليا.